بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ابنائي الطلاب، طلاب برايمري 6. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نكتب البحث بتاعنا، ازاي تقدر تنزل القالب الموجود من موقع الوزاره او من صفحه مستر ساينس على الفيسبوك. كمان يا ولاد مش عايزكم تقطعوا نفسكم خالص بالنسبه لموضوع الابحاث، في عجاله كده هقول لكم بسرعه. انتم يعني حاولوا تجمعوا الداتا بتاعتكم في خلال 3 4 ايام او في خلال اسبوع زي ما انتم عايزين، وزعوا المهام على زمايلكم بينكم من بعض، كل واحد هيعمل حاجه، واحد هيجمع الصور على الموضوع، واحد هيجمع هيشوف المراجع، او اتنين هيشوف المراجع والكتب، التالت او الرابع هيكتب. يعني حاولوا تقسموا الشغل ما بينكم، الا لو حد طبعا تطوع ان هو هيعمل مثلا معظم الشغل. طيب ده بالنسبه للموضوع اللي احنا ما بنستعجلش ليه، لان انت ممكن تظهر لك بعد كده افكار احسن، ممكن يظهر لك كتاب فيه معلومات كانت افضل بكتير. فيعني بس براحتنا خالص، ما نستعجلش، نجمع الداتا بتاعتنا على مدار اسبوع، على مدار 10 ايام، احنا قدامنا لسه ال 14 5 يا ولاد، بحيث ان انت تبتدي تكتب في البحث بتاعك ان شاء الله وانت جاهز ومعاك كل الداتا بتاعتك ومحدد الموضوع اللي انت ناوي تكتبه صح. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بحث السياحه. لو انا قربنا دي كده، طبعا احنا عارفين ان هي اقرا المشروعات التاليه واختار واحد منهم. خلاص هنختار واحد وحددنا واحد. بعد كده هتبتدي يا ولاد تشوف تشرح تعمل مشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن 3 من زملائك. وطبعا بعض المدارس خلاص اكدت على 5، فاحنا ماشيين على حسب المدرسه بتاعتنا تاكد وتحدد. البحث هنكتبه باللغه العربيه، مفيش مشكله خالص. لو انت الساينس مش هتقدر تكتبه باللغه العربيه شويه، ممكن عايز تطعم ببعض السطور من الانجليش في الجزء الخاص بالساينس، مفيش مشكله خالص، سواء كان ساينس او الماث. طيب ده بالنسبه للموضوع بتاعنا. في سؤال كمان دايما بتسالوه، تقول يا مستر ايه علاقه السياحه بالساينس؟ يا جماعه احنا ملتزمين بالعناصر اللي هي مديها لنا دي، اللي هي عليها الاسهم دي اللي انتوا شايفينها دلوقتي. العناصر اللي عليها الاسهم دي هي دي اللي احنا ملتزمين بيها. يعني ده عنصر، ثانيه واحده كده، ده عنصر، ده عنصر تاني، وادي التالت، وادي الرابع. طيب وارد ما يكونش في جزء خاص بالساينس، انت مطالب ان انت هتتكلم عن رؤوس المواضيع دي، عن المواضيع الاساسيه اللي قدامكم دي يا اولاد، تمام؟ سواء بقى ليها علاقه بالساينس، ليها علاقه بالسوشيال، ليها علاقه بالعربي، ليها علاقه بالانجلش، انت مطالب ترد على الاربع عناصر اللي هو طالبهم منك، تمام كده؟ فما تدورش على الساينس، يعني ما تحاولش ان انت تصعب على نفسك الامور، تمام؟ طيب نشوف كده يا مستر، لو هنتكلم عن موضوع السياحه هنعمل ايه؟ الاول يا ولاد طبعا المفروض ندخل على موقع الوزاره، انا بكتب وزاره التعليم كده وبيطلع لي الكلام ده في السيرش، عشان انزل القالب اروح داخل على موقع وزاره التربيه والتعليم كده، اول ما افتح هيفتح لي الصفحه دي، هبتدي ان انا احرك كده لحد ما الاقي جديد الموقع على اليمين هنا اهي، اختار مواضيع المشاريع البحثيه المقرره. تمام دخلنا، هنا هتلاقي اللي هي معايير الحكم اللي احنا لسه كنا قايلينها من شويه، او المحاور المطلوبه منك، الصف السادس دي اللي انا كنت لسه عارضها من شويه. هنا القوالب، هتدخل هنا على القوالب، هتفتح كده هتلاقي الصف السادس الابتدائي، الصف السادس، تمام كده، القالب الاول، القالب الثاني، وهكذا. احنا بما اننا شغالين على السياحه فهنحمل القالب الاول، وليكن انا اخترت مشروع السياحه فهحمل القالب الاول. هينزل عندي يا ولاد زي ما انتم شايفين كده، بضغط كده بقى وورد زي ما انتم شايفين بالشكل ده، سهل جدا جدا. فتحت القالب بتاعي، طبعا بفتح بعد ما نزلت القالب بتاع السياحه اللي هو المشروع او البحث اللي انا اخترته، ببتدي ان انا يا ولاد اكتب عنوان الموضوع. طبعا هو قال لك المشروع الاول السياحه، فهو طبيعي كتبها لك فوق اللي هو اسم المشروع اللي انت اخترته، لكن عنوان الموضوع، عنوان الموضوع يا ولاد اللي انت لازم تكون، لو انت كان بحثك عن السياحه فانت لازم تعمل مشروع او عنوان يكون فيه جاذبيه شويه او فيه اسم شويه اللي هو ايه، يعني يشد اللي بيقراه. زي مثلا هتكتب السياحه والاقتصاد، هتكتب السياحه في بلدي، مثلا اي بقى عنوان جذاب انت اخترته انت وزمايلك، وطبعا مع ماما في البيت او مع بابا، طبعا بتبتدي تحدد البحث اللي انت او العنوان اللي انت هتختاره انت واصحابك. طب بعدين اخترت مثلا وليكن السياحه في بلدي، اروح مختارها مثلا كده، وليكن اخترت العنوان ده، اروح رايح هنا واكتبه، خلاص ده عنوان الموضوع بتاعي. طب كتبته يا مستر، وبعدين خلاص انا ده كده عنوان الموضوع يا ولاد. طبعا التنسيق بتاعك انت بقى، عايز تعمل دي كده مثلا تحتها خط، تلونها مثلا، وهكذا، مفيش مشكله خالص. طيب بعد كده هتبتدي تنزل على الرقم التعريفي، خلاص انت جاهز انت واصحابك، كل واحد معاه الرقم التعريفي بتاعه، هيسجل، هيكتب مثلا هنا رقم واحد،
ويكتب الرقم بتاعه، تمام، الرقم التعريفي. بعد كده الطالب رقم 2 وهيكتب الرقم التعريفي بتاعه وهكذا لحد طبعا ما العدد بتاعكم ايا كان العدد بتاعكم. طب يا مستر ما كفتش، انزل تحت كده هتلاقي معاك او انت ارفع، ممكن ترفع العنوان ده لفوق شويه وتوسع على نفسك موضوع الرقم التعريفي ده شويه بالشكل ده. تكتب رقم 3 الطالب رقم 3 وهكذا يا ولد. هتختار برده هتكتب الرقم بتاعه وبعدين هتقفل. طب مثلا انا خلصت هو الكود بتاعي وكتبت انا واصحابي خلاص، ناقص نعمل المقدمه. المقدمه يا ولاد تعالوا نشوف، نرجع بقى للمعايير بتاعتنا عشان نشوف المقدمه. طبعا المعايير الحكم على المشروع ان هي لازم تكون المشروع بطريقه منظمه وكتب العنوان بطريقه جذابه. خلاص ندخل مفاهيم من المواد الدراسيه بتاعتنا ونلتزم بعدد الكلمات المحدده ونراعي طبعا الاخطاء النحويه والاملائيه. طب ماشي يا مستر وبعدين؟ يلا بقى نشوف. اول حاجه هنبتدي نكتب المقدمه. هي بيقول لك طبعا تظهر البيئات المصريه مثل البيئه الصحراويه والبيئه الساحليه بالعديد من الاماكن السياحيه والاثريه. يعني البيئات في مصر سواء بيئه صحراويه او بيئه ساحليه اللي هي الاماكن السياحيه الساحليه في مصر زي شرم الشيخ بقى، زي مثلا الساحل الشمالي، الحاجات دي كلها تكتب عنها. ممكن تكتب مثلا البيئه الساحليه السياحيه في مصر او البيئه الصحراويه السياحيه في مصر. يعني ايه الاماكن زي المحميات الطبيعيه، الحاجات دي كلها يا ولاد. ده ممكن يعتبر جزء ساينس يعني في الموضوع. وبعد كده هتبتدي بعد ما تخلص المقدمه هتكتب كده المقدمه، وليكن مثلا انا هكتب المقدمه دي، خلي بالك كده، او مثلا مصر بلد سياحه. انا لقيت الجمله دي في كتاب، انا ما دخلت مثلا بنك المعرفه على موقع الوزاره لقيت الجمله دي في كتاب، اروح واخدها كده من الكتاب ده كوبي كده، وبعد كده اروح رايح في البحث بتاعي اروح منزلها الجمله دي مثلا او السطور دي. مصر بلد سياحي يمتلك اكثر من ثلثي اثار العالم، واكمل طبعا الجمله اللي انا واخدها من الكتاب ده. بس طبعا لازم اوثق اسم الكتاب واسم الكاتب اللي عمل الكتاب ده او الفيديو ده جاي من اي مدونه او منين بالظبط، عشان تسجله في المراجع عندك تحت اللي هي تتكتب في اخر البحث، تمام كده. طب المقدمه يا مستر تتكتب كم كلمه؟ المقدمه بتاعتكم من 40 ل 50 كلمه زي ما موجود في القالب وزي ما موجود في الشروط بتاعه البحث بتاعتكم اهي. نبص كده مع بعض. انتوا مطلوب منكم المقدمه من 40 ل 50 كلمه اللي هو الملخص، والموضوع من 400 ل 500 كلمه، والانجليزي بتاعكم يكون من 15 ل 30 كلمه. طيب نكمل. مستر هم دول كده كام كلمه؟ تعالوا نكمل كده نكتب مثلا، نكرر الكلام بقى معلش، هنحاول كده ان اهو عشان نملي بيه السطر ده. السطر ده اتملى اهو بكام كلمه يا ولاد؟ السطر ده اتملى ب 14 كلمه. لما تظلل عليه كده بيظهر لك عدد الكلمات تحت زي ما انتم شايفين كده، تمام. طب يا مستر انا هاخد من السطر ده، هاخده كوبي كده. طبعا انت بقى بتكتب في سطور جديده من الكتاب مثلا اللي انت لقيته. انا بكرر تاني اهو عشان اشوف بس ال 40 ل 50 كلمه يعني كام سطر. عملت اربع سطور. الاربع سطور دول لو انا علمت عليهم كده وشفتهم، الاربع سطور دول عاملين 56 كلمه. كويس قوي، يعني انت ممكن تكتب ثلاث سطور ونص، اربع سطور على حسب. بزياده طبعا مفيش مشكله يا ولاد، لو كلمتين ثلاثه زياده مفيش مشكله، لكن ما تقلش عن 40 كلمه وده الاهم، تمام كده. وخلاص يبقى احنا كده عرفنا المقدمه بتاعتي هتكون في حدود اربع سطور بتكلم عن السياحه في مصر. طب تعالوا نتكلم على عناصر الموضوع. ايه عناصر الموضوع يا مستر؟ اللي هي دي يا ولاد، اللي هي العناصر دي. هطلع كده اللي هي اختار احد الاماكن السياحيه والاثريه، تمام، في احدى البيئات الصحراويه او البيئات المصريه، ثم صف اهم ما يتميز به. هنتكلم عن مكان سياحي مثلا موجود في مصر، تمام. حدد مثلا معبد من المعابد، سواء مكان اثري او مكان سياحي مثلا مزار زي شرم الشيخ او كذا، واتكلم عنه واتكلم اهم ما يميزه. فانت ده اول عنصر يا ولاد، ده كده اول عنصر، تمام كده. فهعمل ايه يا مستر؟ ممكن ما اقول كده، هتكتب كده مثلا، انت هتتكلم على العنصر الاول هتروح قايل له كده عشان تحاول انت تعرفه ان انت بتتكلم على العناصر دي. هتقول له كده ومن البيئات، تمام، السياحية مثلا الساحلية في مصر مثلا مدينة شرم الشيخ مثلا. ولو انت عندك بقى كتاب او موضوع عن مدينة شرم الشيخ والمزارات اللي فيها ومثلا والفنادق اللي موجودة فيها وعدد الفنادق، وتبتدي تسرد بقى ايه هي الامكانيات المسخرة للسائحين في المنطقة ديت او في المكان ده، طبعا يبقى كويس جدا يا ولاد. ولو طعمت البحث بتاعك بالصور بعد كده بصورة او صورتين للمدينة دي او للمكان ده يبقى ممتاز جدا جدا، وتحط صور على الموضوع ده، بتاخدها طبعا كوبي من الموقع
وتحطها هنا كده بيست، وطبعا بتنزل معاك على طول. طيب ايه كمان يا مستر؟ العنصر الثاني طبعا هو ثم صف اهم ما يتميز به، خلاص وصفنا. العنصر الثاني ضع مقترحاتك، حط المقترحات بتاعتك. حطيت المقترحات، حط المقترحات بتاعتك لايه يا مستر؟ غير لكم بس اللون، للحفاظ على هذا المكان. تمام كده، ده العنصر الثاني. هروح رايح في البحث بتاعي، ولكن هكون انا كتبت الصفحه دي بوصف طبعا المدينه الساحليه او المعبد او المكان الاثري اللي انا اخترته، وحطيت الصور بتاعته. اروح قايل هنا بقى كده ومن مقترحاتي، ده العنصر الثاني للحفاظ على هذا المكان. تمام، ما يلي. وتبتدي بقى تدور يا اولاد على اللي انت ازاي تحافظ على المكان ده، وازاي اللي انت تحافظ او الدوله تحافظ عليه، واحنا كمواطنين نحافظ على المكان ده عشان يقدر يجذب المزيد من السائحين مثلا. هتكتب فيها مثلا سطرين ثلاثه اللي تقدر عليه طبعا. طيب بعد كده يا مستر هروح رايح للعنصر الرابع، اذا كان عدد السياح التي تردد لهذا المكان او التي ترد لهذا المكان ثابت خلال 3 اسابيع متتاليه، احسب عدد السائحين. يعني السياح اللي ترددوا على المكان ده كان عددهم ثابت خلال 3 اسابيع، احسب عدد السائحين. اكنك بتكون مساله يا اولاد، طبعا دي طبعا بترجع فيها لمدرس الماث اكتر. بس يعني الفكره ان انا مثلا لو المكان ده بيجي مثلا 500 سائح يوميا، تمام، او خلال اسبوع مثلا او يوميا، هنفرض ان هو يوميا 500 سائح، يبقى في الاسبوع حوالي 3500، تعمل طبعا 500 تايمز 7، 500 واحد في اليوم بيجوا في 7 ايام، وبعد كده تعملهم ده تايمز 3 اللي هم 3 اسابيع، اللي هم 3 اسابيع كده. انت عملت حسبت عدد مين؟ السائحين. وكل ده فين؟ في العناصر اللي احنا بنتكلم عنها دي يا ولاد. تمام كده، يعني سواء انت او انت مع زمايلك بتكتبوا كده، خلاص خلصت المقترحات. هقول كده، واذا كان، انا مش عايز افرض عليكم طريقه كلام معينه اهو، مثلا انا عايز بس ابدا بالبدايه، يعني واذا كان عدد السائحين الذين يترددوا على الشواطئ او على مدينة شرم الشيخ مثلا هو مثلا كذا، 500 سائح مثلا يوميا، هنفرض كده، فوت كمل انت بقى، فهيكون في الاسبوع هيبقى 500 تايم او 500 تايم 7، تمام، هيطلع فيها 3500، وطبعا في الثلاث اسابيع متتاليه تروح عاملهم تايمز 3. يبقى انا كده عملت البروبلم بتاعتي وعملت المساله الحسابيه اللي هو طالبها. طب المحور الاخير، اكتب رساله الى صديق لك في احدى الدول الاجنبيه تدعوه لزياره هذا المكان موضحا مميزاته باحدى اللغات الاجنبيه. اكتب رساله لصديق لك تدعوه لزياره المكان ده موضحا مميزاته باللغه الاجنبيه. هنا مش طالب منك بالعربي، تمام كده، على اساس ان انت كتبت بالعربي فوق. هو اكتب رساله نقراها كويس يا ولاد، في احدى الدول الاجنبيه تدعوه لزياره هذا المكان موضحا مميزاته باحدى اللغات الاجنبيه. يعني الطالب اللي هو بيدرس فرنساوي يكتبها طبعا بالفرنش، واللي بيدرس بالانجلش يكتبها بالانجلش. هتروح نازل كده وتروح عامل هنا مثلا تصميم كده اللي هي انسيرت، او نعمل انسيرت، بعد كده تكست بوكس كده، ونكتب هنا الرساله بتاعتنا للطالب دوت او للصديق ده. طبعا هكتب هنا الرساله بتدخلها كده، بقدر اكتب عادي خالص مفيش مشكله. طيب بعد كده يا مستر خلصنا يا اولادي الكلام ده كله، يبقى تاني خلصت العناصر بتاعتي. الحمد لله، ما ادورش بقى على الساينس فين، ولا ادور على السوشيال فين في الموضوع. عندنا في منهجنا ايه يا اولاد في الساينس؟ عندنا الليفرز، وعندنا اللامب، الالكتريك لامب واللايت بالبس، يعني الحاجات دي كلها ايه علاقتها بالسياحه. عندنا السولار اكليبس واللونر اكليبس، يعني طبعا الكلام ده مش ليه علاقه قوي بالسياحه. طيب بعد كده يا مستر هروح داخل على النتائج، هنا بكتب النتائج اللي انا توصلت اليها، اللي احنا لازم نحافظ على البيئه السياحيه بتاعتنا، وان لازم نعمل توعيه مثلا للحفاظ على البيئه السياحيه خاصه بمصر، نعمل دعوه لزملائنا مثلا من الاجانب او على السوشيال ميديا مثلا ندعوهم لزياره مصر، وهكذا. يعني بتكتب النتائج والتوصيات اللي انت توصلت اليها. بعد كده بتكتب المصادر، انا والله المصادر بتاعتي يا مستر كان كتاب كذا، كتاب مادة كذا، تمام، وبعد كده كان عندي يا مستر بنك المعرفة، جبت منه بعض الموضوعات عن مدينة مثلا شرم الشيخ ديت، أو عن المتحف الفلاني أو المعبد الفلاني، تمام. بعد كده طبعا بنك المعرفة، وبحدد طبعا المكان بقى الفيديو بتاعه أو الكتاب أو المقال المكتوب. بعد كده مثلا أنا جبت من موقع
معروف، موقع موثوق فيه يا شباب على الانترنت، موقع كذا مثلا على الانترنت، موسوعه مثلا على الانترنت، مجله علميه معروفه، كل دي مصادر بتكتبها واللي انت استفدت منها وخدت منها جمل معينه او اجزاء معينه. ده بالنسبه لموضوع المصادر. كده خلاص خلصنا، خلصت بحثك، رجعته كذا مره عشان تتاكد من الاخطاء بتاعته. اكتب باسلوبك انت، مالاش حد يكتب لك البحث بتاعك، سواء بابا او ماما هم يساعدوك في تجميع اوكي المعلومات، لكن لما تيجي تكتب تكتب باسلوبك انت عشان اسلوب الطالب بيتعرف. طيب بعد كده يا مستر هعمل ايه؟ هتروح رايح عند كلمه ما فايل يا شباب، فايل، تمام، واختار سيف از، حفظ باسم دي سيف از، وبعد كده هختار من فوق هنا بي دي اف، بي دي اف، هروح عامل كده واروح عامل حفظ، هيتحول الورق بتاعي لبي دي اف، اخده على فلاشه واروح اوديه للمستر بتاعنا في المدرسه. اهو كده بقى بي دي اف زي ما انتم شايفين كده، واقدر ان انا طبعا هنا خلاص مش هينفع اكتب عليه زي ما انتم شايفين اهو، بحاول ادوس مش هينفع خلاص، فكده اتحول على بي دي اف، واروح طبعا واخده على فلاشه او رفعه على المنصه اللي ان شاء الله الوزير هيتكلم فيها يوم 13/4 وهيعرفنا ازاي نرفع الابحاث عليها، او هنسلمها يدا بيد للمدرسه وهم ياخدوه من الفلاشه. يا رب اكون افدتكم، بالتوفيق ليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.